ما في اي عيب ان الواحد ياخد دواء، بذات الوقت كان ما في عيب ان الواحد يتعالج. حبوب الاعصاب اكيد موجوده بالمجتمع من زمان، ما انه شيء جديد، بس اللي صار مع انقطاع الادويه بين في كثير عالم عم ياخذوا ادويه اعصاب، وبركي مجتمعهم او الناس اللي حواليهم اكتشفوا هذا الشيء من خلال انه مثل صاروا بحاجه صاروا مضطرين انه يسألوا الناس حواليهم او حتى على السوشيال ميديا. وانا برايي هذا الشيء منه عاطل، لانه بعتقد فتح موضوع ملف ادويه الاعصاب. انا بقول انه التقبل موجود بس بعده جزء، في ناس بيتقبلوا فكره انه حدا مثلا يقول معه كآبه او معه شويه توتر، بس ما يعني انه الاضطراب النفسي بشكل عام الناس صار فيها تحكي عنه بيكون بكل ارتياح. بعد فكرة أي شيء بيصير بالعقل مرتبط بفكرة الجنون، جنون يلي بنفهمه شخص منه قادر يعيش حياته، منه قادر يشوف الحقيقة مثل ما هي، تصرفاته غريبة. وفعلا في أمراض نفسية أو عصبية بيكون فيها هيك نوع عوارض، بس أكثرية المشاكل النفسية ما بتشبه هذا الشيء، بالعكس أكثرية الأشخاص يلي عندهم اضطرابات نفسية أو عقلية هن ناس عم يشتغلوا عم يعيشوا حياتهم بشكل عادي وطبيعي وموجودين بالمجتمع. كثير عالم تعالجوا إن كان من خلال ناس مش اختصاصية بهذا الموضوع، أو حتى عالجوا نفسهم على نصيحة حدا بيقربهم أو حدا قريب منهم، وبقيوا على الأدوية بالشكل الغلط والوقت الغلط. بلبنان في بعض الأدوية اللي هي أكثريتها مهدئات، وفي خوف إذا بدنا أن يكون في إدمان عليها يلي بدها رشدتها. أدوية عم نحكي مثل بنزودايازيبين يلي هني مثلا مثل كزاناكس والليكوتانيل وأشباهها، وعنا كمان أدوية الألم مثل الترامادول والمواد الأفيونية. كل الأدوية الثانية هيدي الأدوية ما بدها وصفة طبية بلبنان. ما في تعارض بين النظريتين، هول النظريتين بيكملوا بعض. في اكيد المقاربه الطبيه يلي مرتبطه بفكره انه في عنا مشكله هرمونات او كيميكال بالدماغ يلي نحن بنجرب انه نعالجها من خلال هذه الادويه. في اكيد مقاربه مختلفه اللي هي مقاربه العلم النفس او السايكولوجي، يلي هو انه من خلال التوكينج ثيرابي او الكلام او العلاج النفسي فينا نغير نظره الشخص للامور اللي عم تعمل له هيدي المشاكل العصبية أو النفسية. ما في أي عيب إن الواحد ياخد دواء، بذات الوقت كان ما في عيب إن الواحد يتعالج. لبنان بالدول العربية هو بلد متطور فيه الطب النفسي كان أكثر من أي بلد آخر، حتى إذا نرجع 100 سنة لورا. وبعض الوضع إلى حد ما مقبول للأسف بآخر كم سنة من وراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية بلبنان، عم نلاحظ إنه في هجرة الأطباء، وعم نلاحظ إنه حتى المستشفيات الجامعية عم تتقلص إمكانياتها، وهذا الشيء إذا ما تصلح بالأشهر والسنوات الجاية في يكون عنده أثر كتير سلبي على الصحة النفسية وصحة المجتمع. Go for it.